وينضم إلينا من الجزائر موفد القاهرة الإخبارية أحمد أبو زيد. أحمد أهلا بك، ما هي آخر المستجدات لديك بشأن البيان النهائي لإعلان الجزائر؟ داليا، نحن فقط بانتظار أن يدخل إلى القاعة الآن بعد دقائق. يفترض وزير الخارجية الجزائرية السيد رمطان العمامرة والأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط بعد دقائق قليلة فقط من الآن سيكون هذا المؤتمر الصحفي، لكن عن مسودة البيان الختامي التي كنا قد أشرنا إلى بعض النقاط الواردة فيها، ربما يكون من الأهمية بمكان داليا أن يتم الإشارة إلى هذه النقاط أو بعض النقاط التي بدت لافتة للغاية. الحديث الذي تضمنه هذا المشروع أو هذه المسودة فيما يخص الإعراب عن التضامن مع الشعب الليبي ودفع الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الليبية عبر حل ليبي يحفظ سيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن دول الجوار. هذه الفقرة الخاصة بليبيا لم تتطرق ولم يشر إليها البيان فيما يخص ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. هذه مسألة ليست مسألة هينة، وهذه مسألة هي محور ما تم التوافق عليه ليبيا إذا كان البيان يريد الإشارة إلى حل ليبي، فهذا أيضا من بين مواضع الاتفاق بين الأطراف الليبية المختلفة فيما يخص المسار العسكري الذي عقد جولات عدة في أكثر من دولة في المنطقة العربية وربما حتى في غيرها. كان الحديث بشكل دائم في هذا المسار يختص بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وبالضرورة بحث إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة. هذه المسألة على أهميتها وجوهريتها لم يتطرق إليها في هذا البيان، وهذه مسألة بدت لافتة للغاية برغم أن هناك بعض النقاط الأخرى مثلا على مستوى الأزمة اليمنية أو على مستوى دعم جهود اليمن وجهود الدول العربية في الحفاظ على دولة يمنية وحكومة شرعية قادرة على أن تؤدي دورها، كانت الإشارة مباشرة إلى التدخلات الأجنبية. في الأزمة الليبية لم تتم الإشارة مطلقا إلى تدخلات أجنبية ولم يشر إلى أي نقطة. هذه لقطات إذن للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يمر في هذه الأثناء، لعل زميلنا المصور سيمر على هذه اللقطات في هذه اللحظة، وسنعود من بعد ذلك بالطبع للأجزاء الخاصة بمسودة البيان. هذه اللقطات نعم إذن للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي كان قد أقام مأدبة غداء للقادة والزعماء الحاضرين في فعاليات هذه القمة. إذن داليا، المسألة المرتبطة بالحديث عن الأزمة الليبية كان يفترض تدخلا مباشرا فيما يخص أو تفاعلا مباشرا فيما يخص إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية، لكن حقيقة إغفال كامل لهذه النقاط على أهميتها كما يريدها الليبيين وكما تريدها كل الأطراف الليبية. هل استمعت لأي تفسيرات متعلقة بإغفال هذه النقطة الهامة في الملف الليبي الذي ربما له خصوصية شديدة وذكرها في الملف اليمني، تفسير هذا الأمر؟ حقيقة داليا، حتى هذه اللحظة نحن لا نتعامل مع إعلان الجزائر باعتباره إعلانا كاملا أو مكتملا، نحن فقط نتعامل مع مسودة هذا الإعلان، لم يصدر إعلان بشكل رسمي، وإن كانت هذه النقطة في حد ذاتها أيضا ستكون مفصلية والأرجح أنها أتت على هذا النحو. الأزمة في ليبيا داليا كما يعلم الكل تشهد تفاعلا واسعا، وبالأمس كان الحديث عن حتمية تعريب هذه الأزمات وتعريب حلولها، وبالتالي فهذا يشير ربما إلى مساحة ما من التفاعل الإقليمي بين هذه الدول التي تنشط من خارج الإقليم في الأزمة الليبية وبين بعض الدول العربية التي ربما لم تشأ أن تضمن البيان هذه النقطة، وهي مسألة ربما هي المسألة الأكثر ارتباطا بهذا البيان، وهي المسألة اللافتة أكثر من غيرها، لأن إغفال هذه النقطة يشكل إغفالا كاملا للجهود الليبية التي بذلت على مدار السنوات الماضية فيما يخص المسار العسكري الكامل الذي يسير جنبا إلى جنب مع المسار السياسي والمسار الدستوري، وكلها تتم برعاية أممية. لم يتطرق البيان إلى ذكر هذه النقطة، وهذا الأمر هو الذي ربما سيكون بحاجة إلى تفسير من قبل المعنيين والقائمين على صياغة هذا البيان، وإن تسنى لنا الأمر في أن نطرح هذا السؤال على المؤتمر الصحفي. قد أقدم على هذه الخطوة لأن عند قراءتي للبيان أكثر ما لفتني هو إغفال هذه النقطة المرتبطة بإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة. نعم أحمد، فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية وهي بالطبع قضية العرب المركزية، ما طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدم للقضية الفلسطينية من خلال البيان الختامي لقمة الجزائر وبالطبع بعد المصالحة الفلسطينية التي تمت برعاية جزائرية؟
هو ما جرى حقيقة يعني ربما لم يكن إذانا كاملا بمصالحة كاملة، هذا إعلان كلل مسارات للتباحث أو التفاوض بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، لكنه حتى هذه اللحظة لم ينهي الانقسام، الانقسام لا يزال قائما، وما تحقق كان شيئا يسيرا للغاية. صحيح أن هناك دعما طلب من الجزائر من جانب الدول العربية حتى تقدم هذا الدعم لإعلان الجزائر الذي كان قبل أسابيع قليلة، لكن حقيقة هي النقطة فقط الجديدة التي كانت قد طالبت بها الجزائر هو المضي قدما في تبني توجه دولة فلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطينية كاملة السيادة للاعتراف بها. وبالتالي هذه الجزائر ترى في هذه الجزئية تحديدا، وإن كان قد ورد، هل الجزائر ترى في هذه الجزئية تحديدا أن الظروف السياسية العالمية مواتية ل تقبل الأمم المتحدة لهذا الطلب؟ لأن الرئيس الفلسطيني ذكر اليوم أن فلسطين طلبت هذا الأمر قبل 11 عاما لكن لم يتم الموافقة عليه، هل هناك فروق حدثت خلال 11 عاما من وجهة نظر الجزائرية؟ بالطبع يعني إذا كان الأمر مرتبط بالظروف الواقعية فحديث الرئيس الفلسطيني اليوم كان حديثا واضحا بأن الرواية الأكثر رواجا أو تداولا في الأوساط الغربية هي الرواية الإسرائيلية، لا الرواية العربية ولا الرواية الفلسطينية، وبالتالي هذا سيكون مسعى إلى جانب جملة مساعي. هذه النقطة تحديدا داليا التي تم الإشارة إليها، وقال الرئيس الفلسطيني أنها كانت نهجا قائما على مدار ما يزيد على عقد، وهناك بعض الدول بالفعل التي أقرت بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة وكان وأصبح لها تمثيل دبلوماسي رسمي فلسطيني في عواصم هذه الدول، وإن كان الأمر له علاقة بالجوانب الأدبية والمعنوية وما إلى ذلك، لكن على مستوى مثلا المبادرة العربية هناك تأكيد على المبادرة العربية باعتبارها مرجعية أساسية لإحلال السلام في المنطقة بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية عند حدود 4 يونيو عام 67، لكن حقيقة هناك بعض المتغيرات أيضا التي طرأت، وهناك بعض الخطوات التي اتخذتها دول عربية جعلت التساؤل يطرح من جديد بشأن جدوى المبادرة العربية، إذا كان هناك دول أصبحت الآن لا تقر الأرض مقابل السلام وهو العنوان الأساسي لهذه المبادرة، في مقابل سلام مقابل سلام دون حديث عن أرض، لكن مسؤولو الأمانة العامة في الجامعة العربية يصرون على أن هذا النهج لا يشكل عائقا أمام المضي قدما في مبادرة عربية لا تزال قائمة. دليل أحمد، دعنا نذهب معك الآن إلى المؤتمر الصحفي لإعلان البيان الختامي لقمة الجزائر، فإلى هناك.